شكرا جدا والله يا جماعه على الجائزتين والف شكر. ويعني بمناسبه التقديمه العظيمه اللي قدمتها حبيبه قلبي هاله سرحان، انا بهدي الجائزه لمحمد رمضان. انا نفسي اتاثرت. عم العالم. وشكرا جدا 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 لكل الناس اللي دعمتني وصوتتني، وان شاء الله معاكم كل سنه ان شاء الله. شكرا. وأفضل مسلسل لعشرين 23 هو رمضان. وكان فعلا في اعمال كتيره قوي بصراحه. الدراما السنه دي كانت شد حيلها جدا جدا، واحب ان انا اوجه تحيه خاصه جدا للرائعه اللي مش موجوده معانا النهارده، ريهام عبد الغفور، لان كان ليها اعمال كتيره قوي السنه دي وهي مش موجوده، ولكن عايزين نقولها برافو بجد. نوعت، جددت، عملت اعمال كتيره جدا. علشان كده نقدر نقول ان افضل مسلسل خارج رمضان هو مسلسل الاصلي. اهلا اهلا يا فندم. اخواتك ليه راحوا يشتكوا لك وجاي تحملوا؟ لو امال في المخازن الحكومه طبت عليهم، في بلاغه ان البضاعه مضروبه. انا غلط، كنت السبب في اللي عمله بيها عندنا. مفيش حاجه خطيره، ولاد الاصل ما بيخدموش. انا هتعمل ايه؟ الاول هعمل ايه؟ لو جائزة أفضل ممثلة في دراما الأوف سيزن لنجمة بتجمع بين الموهبة والحضور وخفة الدم والجمال والطفولة، ملامحها طفلة طول الوقت مهما كبرت. عشان كده أطلقوا عليها باربي دراما المصرية المتألقة الشقية. هي وعايزه اشكر استاذ المخرج الكبير وائل احسان وكل زمايلي
اولهم احمد السعداني اللي تعب معانا جدا بصراحه، هو يستاهل الجايزه دي زي بالظبط، فبقى دي له الجايزه دي وبقى دي كل الناس اللي اشتغلت في المسلسل. شكرا قوي. انا زي ما انت زي ما انت جائزة أفضل مسلسل كوميدي في مصر والوطن العربي حقق نجاح كبير وعمل صدى، وخصوصا الجزء الرابع كان خرافي بجد، حقق نجاح كبير جدا جدا. علشان كده لو تسمحوا لي النهارده يتفضلوا معانا النهارده تميز وإبداع المخرج والممثل والممثلة، ولكن يبقى توكلنا على الله وكل على ايدي. انا عارفه التاني احنا بنيجي نعرفه. يلا ادي ازاي من فين تاني؟ ازاي انت فاكرني ايه؟ احنا بنبيع الايس كريم بشرفنا. بشير وسيم، بشير وسيم، بشير وسيم، بشير وسيم. مسلسل اللعبة أفضل مسلسل كوميدي بتميز وإبداع لمخرج المسلسل المخرج معتزل تودي لبطل العمل شيكو، تميز وإبداع. إيرنا جميل تميز، اتفضلوا يا جماعة في مسلسل الجنة. مساء الخير يا جماعه، مش عارف اقول ايه بس احنا كتير قوي في المسلسل ناس ما جاتش، فانا عايز اهدي الجوائز بتاعتنا دي لبقيه الكاست والكرو كله وشريك الكفاح والنجاح لشماجي. طبعا شكرا. خليهمش قدام زي ما هم، زي ما انتوا زي ما انتوا. هناخد الصورة ونرجع. أفضل مسلسل كوميدي خارج رمضان اللعبة. شكرا المخرج معتز التوني، البطل شيكو ومنى جميل، شكرا وكل بقاء هذا العمل الرائع. شكرا. انت راجل مصور، انت على شويه، انت على شويه، انت على شويه، اللايف كله صوتك. شخصيات مؤثره في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اصبحت بتاثر جدا جدا على حياتنا. علشان كده أفضل شخصية مؤثرة في السوشيال ميديا بالمملكة العربية السعودية هي الإعلامية والزميلة لوجا العربية السعودية. مسيكم بالخير والسلام والإبداع والتميز. انا مش برخم عليك والله، عشان بس انت شايف خليكم بس ورا شويه يا جماعه، بس نرجع ورا شويه. انا واقف شويه طالع من عليك ماشي. انا بشوف شغلنا وصوت بعصر السوشيال ميديا الناس يشوفوا بعض، سهل جدا الشهره سهله ومتاحه للجميع، ولكن انه الواحد يوصل على مدى سنوات طويله ويقدر انه يتمسك. وهذا التكريم انا اهديه لكل امرأة سعودية على شكل خاص، وكل امرأة عربية عندها شكلها ممكن تحدد حلمها، وتحديدا بوجود صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان اللي قال الآن مع اليوم الوطني نحلم
ونحقق، وانت الحلم اللي تحقق. شكرا. من احلى واصدق مسلسلات رمضان السنة دي، وناس كتيرة قوي شافت نفسها في الحدوتة دي، مسلسل الهرشة السبعة. علشان كده معانا النهاردة أفضل مؤلفة ل2023 وغير 23 برضو، دايماً معانا هي ورشتها النهاردة، المؤلفة مريم نعوم وورشة سرد. بنت مش غلطانه شويه، انت اللي صدقت في الخوات. عايزه اطمن قدر عمري ده كله. احنا بعدين عايشين في جرب غير ضغط، وانا لما اعيش معاك من غير جواز ده مش ضغط. يا نظام ايه شرطتين؟ ايه شرطتين دول؟ يعني حمد المصمم المصري العالمي هاني البحيري، فليتفضل. مساء الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين دايما يا رب في الفرح وفي المهرجانات الجميله. شكرا للقائمين على المهرجان، شكرا لكل شخص مصري قادر ينجح ويكمل. ولو منتج اي انتاج صناعه او افلام او اي حاجه ينتج ويكمل لازم نرفع له القبعه ونقول له ربنا معاك ويقدرك في ظل الظروف اللي احنا فيها، وكل واحد نفسه ينجح ويكمل ربنا مع الجميع. وشكرا جدا جدا، ارتبطت نفسيا بالمهرجان كل سنه، كل سنه بشتغل اكتر واكتر عشان افوز بالجائزه دي. شكرا جزيلا. سي ار ثانك يو هاني البحير. هاني لهذا العام 2023 لي ستايل وديزاين خاص جدا بي، كريم أكروف 2023. السلام عليكم، مبروك على كل يحصل جائزة، شرفيا كل معكم في مصر سنوات وانا مع